الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي consists of the respiratory and conducting zone, respiratory zone and conducting zone. يحتوي على المنطقة التنفسية والمنطقة التوصيلية أو منطقة التوصيل. المنطقة التوصيلية التنفسية متمثلة بمن؟ بالرئة ومكوناتها. الرئة يعني اللي هي برونكيولز القصيبات الفيولار داكتس اند الفيولار والاكياس الهوائيه. تمام. منطقه تبادل الغازات اللي تبادل الغازات اللي يتم فيها توصيل الاكسجين واخذ ثاني اكسيد الكربون وارساله الى الخارج، توصيل الاكسجين وادخاله الى داخل الانسجه. هذه هي المنطقه الاولى. المنطقه الثانيه هي كوندكتنج زون المتمثله بمناطق التوصيل، المناطق اللي توصل الهواء. provides rigid conduct conducts تمام provide rigid conducts for air to reach and size of gas chain. يعني مناطق توصيل الهواء من اجل التبادل، سواء كان هذا الهواء CO2 داي اوكسيد كربون or oxygen. تمام. includes all other respiratory structures example nose نزل كافيتي فارينج تراكيا. يعني يشمل من؟ الانف، يشمل التجويف الانفي، يشمل البلعوم، ويشمل الرغامي. هذه كلها مناطق من؟ مناطق توصيل الهواء الى منطقه من توصلها؟ توصلها الى منطقه ريسبيراتوري زون، المنطقه اللي يتم فيها التنفس وتبادل الغازات، تبادل الغازات اللي هي ثاني اكسيد الكربون ومن؟ والاكسجين. ريسبيراتوري ماسلز العضلات التنفسيه هذه من؟ ديافراج الحجاب الحاجز، هذه المنطقة اللي تفصل ما بين التجويف الصدري ومن؟ والتجويف البطني، التجويف الصدري ومن؟ والتجويف البطني. هذه تساعد على ماذا؟ تساعد أو تحفز التهوية، تحفز ماذا؟ الفنتيليشن، الفنتيليشن اللي هو من؟ منطقة الشهيق، منطقة ماذا؟ الشهيق، تمام. الآن لاحظ معي الشكل الموجود هنا يبين لنا بشكل واضح الجهاز التنفسي الذي يتكون من الذي يتكون من التجويف الأنفي، ويتكون من الفتحة الأنفية، ويتكون من التجويف الفمي، ويتكون من البلعوم، ويتكون من الرغامي، يتكون من هنا سايت اوف كارينا اللي هي منطقة التفرع حق القصبة الهوائية للقصيبات، ليفت برايمري كنترول هنا البرونكاس القصبة الهوائية اليمنى، وهنا الرايت لينج اللي لانج اللي هي من الرئة اليمنى والرئة اليسرى. إذن هذا بشكل عام شكل كامل واضح يوضح لنا ماذا شيب اوف ريسبيراتوري سيستم، ابتداء ستارتنج باي نوسترلز اور نوز نوسترل ان ذا نوز and ending by what? By the lungs. By what? By the lungs. Okay. الآن function of respiratory system. ما هي وظائف الجهاز التنفسي؟ To supply the body with oxygen and diffuse carbon dioxide. لإمداد الجسم، إمداد الجسم بالأكسجين وطرد من؟ وطرد ثاني أكسيد الكربون. طرد ثاني أكسيد الكربون. Respiration for this. يعني هنا هي الوظيفة، هذه الوظيفة الأساسية. هي وظيفة المعروفة التنفس، أخذ الأكسجين، طرد ثاني أكسيد الكربون. تمام. Respiration for distinct process must happen. يعني التنفس عبارة عن أربع عمليات منفصلة عن بعضها البعض. المنطقة الأولى هو الشهيق الرئوي أو التهوية الرئوية، منطقة التهوية الرئوية، وهو تحريك الهواء من وإلى الرئة. يعني أخذ الهواء إلى خارج الرئة، تمام، إلى الرئة واللي هو من الأكسجين، وطرد الهواء إلى خارج الرئة اللي هو ثاني أكسيد الكربون. هذه هي العملية الأولى اللي يسموها pulmonary ventilation. pulmonary ventilation هي التهوية أو التهوية الرئوية. الثانية اللي هي external respiration التنفس الخارجي. Gas exchange between the lungs and the blood. تبادل الغازات ما بين من؟ ما بين الدم والرئتين، حيث تأخذ الرئتين من الدم ماذا؟ ثاني أكسيد الكربون وتعطيه من؟
الأكسجين وتعطيه الأكسجين. إذن تبادل الغازات ما بين من؟ ما بين الرئتين وما بين الدم، حيث تأخذ الرئتين من الدم ثاني أكسيد الكربون وتعطي الدم ماذا؟ الأكسجين. بعدها transport of oxygen، لاحظ هنا عندك transport oxygen and carbon dioxide between the lungs and the tissue. خلاص الآن هو الأصح مش نقول بين lung and tissue، نقول بين blood and tissue. يعني الآن الدم مش أخذ من الرئتين الأكسجين وأعطاها ثاني أكسيد الكربون، خلاص أصبح الدم محمل بمن؟ بالأكسجين. الدم يوصل، الدم يوصل إلى الأنسجة، يتبادل في الهواء مع الأنسجة، يطرح للأنسجة من؟ الأكسجين، ويأخذ منها ثاني أكسيد الكربون، ويأخذ منها ثاني أكسيد ماذا؟ الكربون. تمام. الآن هذا هو المرحلة الوسطية. آخر مرحلة internal respiration، internal respiration لغاز exchange between systemic blood vessels and tissue. الآن تبادل الغازات ما بين من ومن؟ ما بين الدم وما بين ما بين الدم وما بين الأنسجة، ما بين الدم وما بين ماذا؟ اللي هو internal respiration gas exchange between systemic blood vessel and tissue. الآن هنا في مرحلة نستطيع نقول عليها بعد هذه المرحلة المفروض internal، اللي هي اللي يسموه cellular respiration، التنفس الخلوي، وهو حرق الأكسجين الذي أخذته خلايا الجسم، حرق الأكسجين الذي أخذته خلايا الجسم واستخدامه في توليد الطاقة. هذا يسمى بالتنفس الخلوي، يسمى بالتنفس الخلوي cellular respiration. ما علينا، المهم تركز هنا على نقطتين مهمة، على الثلاث النقاط المهمة هذه: pulmonary ventilation اللي التهوية الرئوية، تحريك الهواء من وإلى الرئة خارج وداخل الرئة، داخل باتجاه داخل الرئة اللي هو الأكسجين، باتجاه خارج الرئة اللي هو ثاني أكسيد الكربون. external respiration اللي التنفس الخارجي، تبادل الهواء ما بين الرئة والدم، ما بين الرئات والدم. وإنترنال ما عليك من هذه النقطة، هذه النقطة هي وسطية، وهي تكرار لهذا الكلام، وهي تكرار لهذا الكلام. ولذلك الريسبيريشن 3 distinct processes must happen، مش 4، 3. تمام. إذن هذه الأولى اللي هي pulmonary ventilation، الثانية اللي هي external respiration، الثالثة اللي هي من؟ internal respiration اللي هو تبادل الغازات ما بين من ومن، تبادل الغازات ما بين الدم وما بين الأنسجة، حيث نفس الحكاية الدم يطرح للأنسجة الأكسجين ويأخذ منها ماذا؟ ويأخذ منها ثاني أكسيد الكربون، ويأخذ منها ثاني أكسيد الكربون. تمام. function، إذا نأتي، إحنا قلنا مش تركيب الجهاز التنفسي منطقة توصيلية ومنطقة تبادل غازات، أو يسموها المنطقة التنفسية. المنطقة التنفسية قلنا المنطقة التوصيلية تشمل النوز والنوز كافيتي والفارينكس والتراكيا. تمام. النوز أول شيء هو النوز. ما هي وظيفة النوز؟ the only externally visible part of the respiratory system that function by، يعني هذه هي الفتحة الوحيدة للجهاز التنفسي إلى الخارج. The only externally visible part of respiratory system that function by، يعني تقوم بماذا؟ Providing an airway for respiration. For ماذا؟ For respiration. يعني تمد الهواء من أجل، أو توصل الهواء من أجل التنفس. يخرج عن طريقها ثاني أكسيد الكربون إلى البيئة الخارجية، ويدخل عن طريقها من البيئة، من الهواء المحيط ماذا؟ الأكسجين. Moistening اللي هي الترطيب، and warming the entering air، ترطيب وتجفيف الهواء، ترطيب وتجفيف ماذا؟ الهواء. filtering inspired air and clearing it of foreign matter، ترشيح الهواء اللي الى الداخل وتنظيفه من الاجسام الغريبه بواسطه ايش؟ الكورز. الكورز هذه عباره عن الشعيرات او الهيرز الموجوده على سطح، على السطح الداخلي لمن؟ للنوزل كافيتي، النازل كافيتي، التجويف من الانفي. serving as resonating chamber for speech، وتعمل كذلك كغرفة أو كمنطقة مساعدة على الكلام،
الآن إذا تم إكفال الأنف على سبيل المثال، شوف الكلمة الآن، أنا أكفلت الأنف، أكفلت ماذا؟ الأنف، يصبح الكلام صعب. إذن التهوية أو الممر التنفسي أو الممر الأنفي يساعد على الكلام، يساعد على سهولة الكلام أو توضيح الكلام، أو توضيح ماذا؟ الكلام. Housing the olfactory receptors، تمام؟ عبارة عن مكان للمستقبلات ماذا؟ الشمية، للمستقبلات الشمية. الآن أنت لما تقوم بعملية ماذا؟ مش تنفس بس، وكذلك شم المستقبلات الشمية، أنت تشم الطعام، تشم الحاجة، تشم الدخان، تشم الحاجة، الرائحة الكريهة، الرائحة الجيدة، والعطور وما إلى ذلك، كل هذا عن طريق من؟ المستقبلات الشمية. وين توجد هذه المستقبلات الشمية؟ توجد في الأنف، توجد في ماذا؟ في الأنف، تمام. الآن structures of the nose، ما هي مكونات ماذا؟ مكونات النوز، عفوا، مكونات النوز. The nose is divided into two regions، يقسم إلى منطقتين. النوز يقسم إلى منطقتين، الأنف يقسم إلى منطقتين، ما هما؟ The external nose including the root, bridge, dorsum, nasal and apex. إذن أول حاجة النوز الخارجية تحتوي على الروت، الجذر، أو البريدج، البريدج اللي هو البريدج اللي هو الجسر، الجسر. بعدين دورسم نازي، الجزء الظهري، الجزء الظهري، أند أبيكس والقمة، تمام. ذا انت، وبعدها ذا انترنال نازل كافيتي، وبعدها التجويف الأنفي الداخلي. بعدها فلترم، شالو فيرتيكال جروف inferior to apex، يعني عبارة عن اللي هو الفلترم، عبارة عن أخدود عمودي ضحل، تمام، من الأسفل إلى القمة. أخدود عمودي، هذا الأخدود التجويف، أخدود عمودي ضحل من الأسفل إلى ماذا؟ القمة. The external nerves، الفتحات الخارجية، الفتحات ماذا؟ الخارجية، يسموها nostrils، are bounded laterally by the ilia. الilia اللي هي هنا يسمى المنطقة اللحمية الخارجية، المنطقة اللحمية الخارجية، أعتقد هنا لاحظ الآن كل شيء يتضح الآن. الفرونتاليز، المنطقة الجبهية اللي هنا الأنف، لاحظنا أول حاجة قال إيش؟ external nose including root, bridge, dorsum nasi، كل هذه. إذن frontalis muscle deep to skin، هنا عبارة عن العضلة الجبهية العميقة إلى من؟ إلى باتجاه الجلد. وبعدين روت، لاحظ روت الجذر، روت أند بريدج، روت أند بريدج أوف ذا نوز، هذا الروت، هذا هو الروت، وهذا البريدج، البريدج هو هذا الجسر الواصل ما بين الجزئين، هذا الفتحة هذه وهذه الفتحة هنا، في جسر واصل بين هذين المنطقتين. دورسم نازي، الجزء الظهري، الجزء ماذا؟ الظهري. ألا أوف نوز، هنا الـ يسموها الألا هنا الـ البروز الخارجي لمن؟ للأنف، البروز الخارجي لمن؟ للأنف، عفوا، لا الضفاف، أو يسموها البوردر، يسموها الضفة، لاحظ هنا أحد ضفاف النوز، هذه البقعة، ثم هذه البقعة، ثم ماذا؟ هذه تمام. وهنا أبيكس أوف ذا نوز، أبيكس الفلترم، هذا هو الأخدود اللي من واصل، قلنا من الانفيريور، من الانفيريور كما موضح عندك هنا، هنا الانفيريور، قال شالو فيرتيكال جروف انفيريور تو أبيكس، من الأسفل إلى القمة، من الأسفل، من تحت إلى الأعلى، إلى القمة، هذا كله الأخدود، تمام. وبعدين external nose، الفتحة الخارجية، الفتحة الخارجية. طبعا الرسم يبين لك تكوين هذا الجهاز بشكل واضح جدا. إذا قلنا مكونات النوز، مكونات النوز اللي هي أحد مكونات ال conducting zone of respiratory system، of respiratory system، تتكون من frontalis muscle deep to skin اللي يسموها العضلة الجبهية العميقة باتجاه الجلد، ثم root and bridge of the nose اللي هو جذر وماذا، و
جسر ماذا؟ النوز. وبعدين درسة منازي، درسة منازي الجزء ماذا؟ الظهري للأنف. وبعدها ألا أوف نوز اللي هي ضفت ال يعني الفتحة، يعني الضفة المحيط بإحدى فتحتي الأنف، بإحدى فتحتي الأنف، تمام؟ ألا الثنتين، الثنتين يسموها ألي. ألا هذه واحدة، ألي الجمع، ألي أبيكس، هذا هو الأبيكس اللي يوجد في مقدمة السبيوتم، السبتم عفوا، السبتم الذي هو ما بين من ومن، اللي هو عبارة عن الحاجز ما بين فتحتي الأنف، ما بين جزئي الأنف. الفلترم اللي هو الأخدود، الأخدود هذا على طول، كل هذا أخدود من هنا من الفتحة هذه النوسترلز إلى الداخل، كل هذا أخدود، أخدود يمتد من من؟ يمتد من الانفيريور، من الأسفل إلى الأعلى، إلى الأبيكس، إلى الأبيكس. إكسترنال نارز، إكسترنال نارز اللي هي ماذا؟ النوسترلز اللي هي الفتحات الأنفية، الفتحات ماذا؟ الأنفية. الآن الجزء الثاني من ماذا؟ من الجهاز التنفسي اللي هو الفارينكس. Funnel shaped tube of skeletal muscle that connects to that، عبارة عن جزء قمعي أو أنبوب قمعي شكل، تمام، من العضلات الهيكلية. يعني هذا تستطيع أنك تحركه، لاحظ لما تحرك الرقبة يتحرك معها ماذا؟ البلعوم، يتحرك هنا، يتحرك تحت البلعوم، دليل على أنه إرادي الحركة نتيجة لاتصاله بماذا؟ بالسكيليتال مسل، بالسكيليتال مسل. That connects to that، to what؟ nasal cavity and mouth superiorly، superiorly. إذن الذي توصل ما بين من ومن؟ التي توصل ما بين التجويف الأنفي وما بين ماذا؟ الماوث، الفم. ولذلك هذا الفايرينكس هو جزء مشترك، هنا نقول الفم يعني ما بين الجهاز الهضمي، والنازل كافيتي ما بين من؟ ريسبيراتوري سيستم. هو جزء مشترك يسموه كومن بارت بتوين وات؟ بتوين ديجستيف سيستم اند ريسبيراتوري سيستم، ريسبيراتوري سيستم. اذا يوصل اول توصيله ما بين من ومن؟ يوصل ما بين النازل كافيتي اللي هو التجويف الانفي وما بين الفم الى الاعلى، وما بين اللارينكس الحنجره اند ايزوفاجس انفيريرلي، وما بين الحنجره ومن والمريء الى الاسفل، تمام. اكستند فروم ذا بيس اوف ذا سكال تو ليفل اوف 6 سيرفيكال فيرتيبرا، يعني امتداده، امتداده يمتد من قاعده الجمجمه الى مستوى الفقره العنقيه السادسه، الى مستوى الفقره العنقيه السادسه، يعني يمتد بموازاه من قاعده الجمجمه ويمتد الى الاسفل الى ان يصبح بموازاه من؟ بموازاه الفقره العنقيه السادسه، تمام. هذا الفارينكس ينقسم الى ثلاث مناطق، ما هي؟ It's divided into three regions. إذن كما قلنا it is divided into three regions، ينقسم اللي هو الفارينكس إلى ثلاثة أقسام، اللي هو نازوفارينكس البلعوم الأنفي، أوروفارينكس البلعوم الفمي، لارينجوفارينكس البلعوم من؟ الحنجري، البلعوم الحنجري. هذه هي إذن اللي هي البلعوم الأنفي والبلعوم الفمي والبلعوم الحنجري، nasopharynx, oropharynx and what and اللي هي laryngopharynx البلعوم ماذا؟ الحنجري، البلعوم الحنجري. الان التراكيا، التراكيا اللي هم الرغامي، flexible and mobile tube extending from the larynx into the mediastinum، عبارة عن أنبوب مرن ومتحرك يمتد من الحنجرة إلى من؟ إلى قريب من منطقة اللي هي ميديستينم، قريب من منطقة القص، من الحنجرة إلى وسط منطقة القص، إلى وسط منطقة ماذا؟ القص، ميديستينم اللي هي استيرنم. Composed of three layers، ميوكوزا اللي هو من؟ الغشاء المخاطي، made up of goblet cells انسيليتد ابيثيليوم، انسيليتد ابيثيليوم، تمام. يتكون من ماذا؟ خلايا
الجوبلت اللي هي خلايا فارزه، خلايا فارزه وخلايا غديه، تم انثليتد ابيثيليوم ونسيج طلائي مهدب. سب ميوكوزا كونكتيف تيشو ديب تو ميوكوزا، سب ميوكوزا كونكتيف تيشو ديب تو ميوكوزا، عباره عن نسيج ضام مرتبط بماذا؟ بالميوكوزا. ادفنتيشيا اوتر موست لاير ميد اوف سي شيب رينجز اوف هالاين كارتليج، عباره عن منطقه يعني اوتر موست لاير، يعني عباره عن منطقه خارجيه تكون على شكل حرف سي او بشكل حلقه من ماذا؟ ما هي مكوناتها؟ الهايلاين كارتليج اللي هو الغضروف الزجاجي، هذا نوع من انواع من الغضاريف. الفيلاي الحويصلات او الاكياس الهوائيه. سراوند باي فاين الاستيك فايبرز، ومحاطه بماذا؟ عفوا، الان قبل ما ندخل الالفيلاي، هذا هي تركيب، هذا هو تركيب الشكل التركيب بشكل عام لمن؟ للتراكيا اللي هي الميوكوسا والسب ميوكوسا والادفنتيشيا والماذا؟ والادفنتيشيا. الميوكوسا كما قلنا الجوبلت انسليتد ابيثيليوم، سب ميوكوزا كونكتيف تيشو ديب تو ميوكوسا، ادفنتيشيا، ادفنتيشيا هنا يسموها الطبقه الغنيه الى الداخل، عباره عن او التي تاتي بعد الطبقه تحت المخاطيه، وهي طبقه من الانسجه الضامه تمام على شكل حرف سي او حلقه. واي نوع من الانسجه الضامه؟ هايلاين كارتريج. تمام، الان بعد التراكيا الالفولاي، ماذا الالفولاي؟ عباره عن سراوندد باي فاين الاستيك فايبرز، فاين الاستيك فايبرز، تحاط بماذا؟ تحاط ب الياف مطاطيه ناعمه، كونتين اوبن بورز ذات، وتحتوي على ماذا؟ على فتحات او على ثقوب. ماذا تعمل هذه الثقوب؟ كونكت ادجسنت الفولاي، يعني تصل ما بين ماذا؟ الالفولاي المتجاوره، تصل ما بين الالفولاي المتجاوره. تمام، allow air pressure throughout the lung to be equalized. تمام، يسمح لضغط الهواء ان يمر من اجل ان، يعني هنا تعمل على موازنه ضغط الهواء، تمام، على الرئه، تعمل على موازنه ضغط الهواء على الرئه. allow air pressure throughout the lung to be، يعني من خلالها يتم مرور الهواء، تمام، الى الرئات للتوازن، للتوازن ولتبادل الغازات، ولتبادل الغازات عبرها يتم، قلنا الاكس الغاز اكس تشينج اللي هي داي اوكسايد كربون، تمام، اند اكسجين. هاوس ماكروفاج ذات كيب الفيولا سيرفيس ترايل، يعني ايش الميكروفاج؟ الميكروفاج تايبز اوف وايت بلاد سيلز، نوع من نوع من كرات الدم البيضاء. كيب الفيولار سيرفيس ترايل، يعني يجعلها تبقى معكمه، لان وظيفتها مناعيه، يعني ايش معناها؟ فاكوسايتس اند ديستروي اني فوريجن باديز، يعني التهام وتدمير اي جسم غريب، التهام وتدمير اي جسم ماذا؟ غريب. اذا هذه هي الالفولاي. لاحظ معي هذا هو الشكل، يبين لنا بشكل واضح ماذا؟ التركيب الرغامي. طبعا الرغامي هنا هذا تركيبه بمقطع عرضي، بمقطع عرضي يسمى ترانسفير سيكشنز. لاحظ هنا اول حاجه الميوكوسا ممبرين، هذا طبعا هذا باتجاه التجويف، هذا باتجاه التجويف نسميه من الخارج الى الداخل، وهذا التركيب من الداخل الى الخارج. لو جينا لتركيبه من الخارج الى الداخل نجده يحتوي على ميوكس ممبرين، ميوكس ممبرين اللي هو الغشاء المخاطي، ميوكس ممبرين الغشاء المخاطي، ثم سب ميوكوزا الغشاء تحت المخاطي، الغشاء تحت المخاطي، ثم ماذا؟ ادفنتيشيا اللي هو قلنا عبارة عن كونكتيف تيشو ان وات ان سي شيب اور رينج شيب، في شكل حرف السي او في شكل الحلقة، تمام، ويتكون قلنا هذا الادفنتيشيا من من؟ من الهايلاين كارتليج، من الهايلاين كارتليج. هذا هو كل هذا ماذا؟ ال اسمه الادفنتيشيا، الادفنتيشيا مكونه بنسيج ضام، واغلب النسيج الضام هذا عباره عن هايلاين كارتليج، هايلاين كارتليج. تمام، هذا هو مقطع عرضي يبين بشكل واضح ماذا؟ يبين بشكل واضح تركيب
الرغامي تراكيا، تركيب الرغامي اللي هم تراكيا. تمام. الآن ركز معي، هذه الرسمة مهمة جدا منك ومطلوبة، أعيدها من جديد، مطلوبة. لو قلت لك مثلا draw transfer sections، مقطع أرضي لمن؟ للتراكيا. إيش عاد تقول؟ طبعا هذا تركيب، هذا اللي هو من التجويف، التجويف حق من التراكيا، هذا من الخارج إلى الداخل، من الخارج إلى الداخل، أو من الداخل إلى الخارج. يعني الخارج القصد من الداخل، يعني من الخارج يعني خارج الجسم. تمام، هذا تجويف الجسم، هذا كل الجسم. تمام، إلى الداخل، داخل الجسم، أو من داخل الجسم إلى الخارج، إلى الخارج باتجاه التجويف، باتجاه من؟ التجويف. تمام، إذا من الخارج إلى الداخل بيكون أول حاجة هي الميوكوسا ممبرين، تمام، وبعدين سب ميوكوسا، تمام، وبعدين هاي لاين، وبعدين من الأدفنتيشيا، وبعدين الأدفنتيشيا. الآن اللانكس، كاردييك نوتش، كاردييك نوتش اللي هي من تركيب اللي هي الرئة، تركيب الرئات. عندك كاردييك نوتش إمبريشن كافيتي ذات أكوميديتس ذا هارت، يعني الجزء اللي يكون باتجاه القلب، الجزء يعني لما يقول لك هنا الجزء او السطح الرئوي، السطح القلبي، اي المقابل لاتجاه، لانه طبعا الرئه والقلب كلاهما في من؟ في التجويف الصدري. تمام، دورسال كافيتي، دورسال كافيتي، تمام، تحديدا قريبين من بعض، يعني متجاورين. الجزء اللي مقابل للقلب، الجزء اللي مقابل القلب يسموه هذا كارديك نوتش. وبعدين عندنا الليفت لانج والرايت لانج. ما هو الفرق بينهما؟ الليفت لانج سيباريتد انتو ابر اند لور لوبز باي ذا اوبليجو فيشرز، يعني مفصوله الى جزء علوي وجزء سفلي بواسطه من؟ بواسطه شك مائل، اوبليجو فيشرز، اوبليجو فيشرز. تمام، right lung separated into three lobes by the oblique and horizontal fissures، مفصولة إلى ثلاثة، إذن ثلاثة أجزاء، ثلاثة من؟ أجزاء، اللي هي من؟ oblique and horizontal fissures، اللي هي عبارة عن إلى ثلاثة أجزاء بواسطة شك مائل وشك من؟ وشك افقي، وشك افقي. يتبين لنا الان مع الاشكال اللي بنشوفها، الان لاحظ معي، الان هذه هي الرئه، هذه هي الرايت لانج، لاحظ انها مقسمه الى ثلاثه اقسام، ثلاثه اقسام. هذه الثلاثه الاقسام بواسطه من؟ اول حاجه هوريزونتال فيشرز اللي هو الشك المائل، الشك الافقي، وضع افقي، وعندي الشك الثاني اللي هو من؟ الاوبليك والمائل، ميول عمودي، بس مش عمودي عمودي، لكن ما ليس عمودي تماما، ذاك ليس exactly not exactly vertical، so we call it what oblique، so it oblique. تمام، الآن inferior lobe، وبالتالي تقسم من خلال هذه الشكين إلى ثلاثة أقسام، القسم الأعلى superior lobe الفص العلوي، الفص ماذا؟ العلوي، وبعدين middle lobe الفص الوسطي، وبعدين inferior lobe الفص ماذا؟ السفلي، الفص السفلي. تمام، الفص العلوي من هو؟ الفص العلوي يحتوي في قمته على ماذا؟ على الأبيكس، القمة، يحتوي في قمته على ماذا؟ على الأبيكس. لاحظ الرئة اليسرى، الرئة اليسرى مقسومة فقط إلى قسمين، لأن هناك شك واحد فقط، لأن هناك ماذا؟ شك واحد فقط، اللي هو من؟ الشك المائل، الشك ماذا؟ المائل. تمام، مقسومة إلى فص سفلي وفص علوي، وفص ماذا؟ علوي. لما يقول لك الكاردير نوتش، هذا الجزء الذي هو مجاور لمن؟ للقلب، الجزء أو الثغرة القلبية، لأن هذا مجاور تماما لمن؟ للقلب، مجاور للقلب من الجهة اليسرى، ولذلك الرئة اليمنى هي أكبر من الرئة اليسرى، لأن الرئة اليسرى جزء من مساحتها يحتلها من؟ القلب، ولذلك كنا عندها ثغرة أو مكان، تمام، مجاورة للقلب أو تحتضن القلب، القلب إلى جوارها، تسمى بالكارديك نوتش، الكارديك ماذا؟ نوتش. ت
تمام. الان الشكل بيقول لك يشرح لك انه الجروس اناتومي اوف لانج، يعني التشريح الواضح اللي يرى بالعين المجرده جروس which can be seen by naked eye. بيس ابيكس يعني قاعده، قمه ابيكس، كوستال سيرفيس يعني سطح ضلعي، كاردياك نوتش هذا هو السطح الضلعي، هذا هو السطح الضلعي كوستال سيرفيس هذا بشكل عام تمام، و اللي هو من كارديك نوتش، كارديك نوتش اوبليجو اند هوريزونتال فيشر ان رايت لانج ريزلتس ان ثري لوبس، كما قلنا انه الشكين المائل والافقي في الرئه اليمنى ينتجان لنا ماذا؟ ينتجان لنا ثلاثه فصوص، ثلاثه فصوص، بينما فقط وجود شك واحد اللي هو الاوبليكو فيشر اللي في الرئه اليسرى ينتج لنا فصين اللي هو الفص الايمن والفص ماذا؟ الفص العلوي والفص ماذا؟ السفلي، الفص العلوي والفص السفلي، تمام. اذا هذا هو بشكل عام من الجهاز التنفسي. كما قلنا الجهاز التنفسي وظيفته الرئيسيه هو توصيل الهواء الاكسجين الى داخل الجسم اللي هو الهواء النقي واخراج ثاني اكسيد الكربون الى خارج الجسم. وعرفنا بانه يتكون من ماذا؟ من منطقه تنفسيه، من منطقه تنفسيه ومنطقه وعرفنا بانه يتكون من منطقه تنفسيه ومنطقه توصيليه، ومنطقه ماذا؟ توصيليه تمام. كما عند وعرفنا بانه يتكون من منطقة تنفسية ومنطقة توصيلية. كذلك اللهم كذلك من منطقة تنفسية ومنطقة توصيلية. المنطقة التنفسية قلنا اللي يحصل فيها تبادل الغازات، وهي بالتحديد منطقة الرئة ومنطقة القصبات الهوائية والقصيبات. أما المنطقة التوصيلية فتتضمن ماذا؟ النوز والنوسكافيتي و الفارينكس والتراكيا، والفارينكس والتراكيا. وعرفنا تركيب كل من النوز من خلال هذا الشكل، وكذلك عرفنا وظيفة أن هناك التنفس ينقسم إلى أربع عمليات، وهو التنفس أو التهوية الرئوية، والتنفس الخارجي، والتنفس الداخلي، ثلاث. أن عملية التنفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي التهوية الرئوية اللي هي pulmonary ventilation، واكسترنال respiration اللي هي التنفس الخارجي، وانترنال ريسبيريشن اللي هو ماذا؟ التنفس الداخلي. عرفنا وظيفة النوز اللي هو الامداد بالاكسجين، ترطيب الهواء، تنظيف الهواء عن طريق الشعيرات الهوائية، كذلك انه يساعد على توضيح الكلام، ويوجد فيه المستقبلات الشمية التي تساعد على ماذا؟ التي تساعد على الشم. عرفنا تركيب النوز بانه يتكون من منطقة الاكستر نوز، واللي تحتوي على الروت والبريدج، وكذلك اللي هو الخارجي والدورسال نازي اند ابيكس والقمه، ويحتوي كذلك الاخدود اللي هو التجويف الضحل الضيق، يعني اللي هو عمودي الشكل من القمه الى القاعده. وكذلك عرفنا بانه لديه الفتحتين الى الخارج توصلهما بالخارج، تسمى بالفتحتين التنفسيه والخارجيه. External nerves or nostrils are bounded bilaterally by LA. Okay. هذه هي. وبعدين الفارينكس. Funnel shaped tube of skeletal muscle that connect to nasal cavity and mouth superiorly, larynx and esophagus inferiorly, extend from the base of the skull to the level of the cervical vertebra. وقلنا بأن الفارينكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي نازوفارينكس وأوروفارينكس ولارينجو فارينكس، لارينجو مان فارينكس. ترايكيا هي كذلك المكون الذي يلي الفارينكس، وعرفنا تركيبه من خلال الشكل الحالي، وكذلك الألبولاي، وكذلك عرفنا تركيب الرئات، وعندنا رئة يمنى ويسرى يختلفان بأن الرئة اليمنى لديها ثلاثة فصول نتيجة لوجود شقين الهوريزونتال والأوبليكو، بينما الرئة اليسرى فهي تتكون من فصين inferior and superior because there is one
there is just one fissure which oblique fissure. هذا هو كل ما هو موجود عن الجهاز التنفسي بشكل عام. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.